السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية. إليكم أبرز عناوينها: تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة و1442 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة. التعليم بالتناوب مزاوجة بين الحضوري وعن بعد، سمة تطبع الموسم الدراسي الجديد، نمط اعتمد كرهان لضمان سنة دراسية في أفضل الشروط. دعم جديد للقطاع السياحي بأبعاد اجتماعية واقتصادية، تمديد منحة الشغيلة إلى نهاية السنة الجارية من شأنه التخفيف من تداعيات فيروس كورونا. في زمن كورونا تتويج الفيلم المغربي زنقت كونتاكت بجائزة أفضل ممثلة ضمن فئة أفاق في مهرجان البندقية السينمائي. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عدنان بوشوف، ومما جاء في برقية جلالته فقد علمنا ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الفاجعة التي ألمت بأسرتكم في فقدان فلذة كبدكم عدنان، تقبله الله في عداد الشهداء من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وبهذه المناسبة الأليمة نعرب لكم ومن خلالكم إلى كافة أهلكم وذويكم عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الجلل، ومثلكم في قوة الإيمان لن يزيد هذا الابتلاء في الولد إلا تجلدا واحتسابا لحسن الجزاء عند الله. وأكد جلالته أنه وإذ نستنكر هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي ذهب ضحيته ابنكم البريء، فإننا نستشعر معكم وجميع الأسر المغربية التي تعاطفت معكم جسامة هذا الرزق الفادح الذي أصابكم، سائلين الله عز وجل أن يعوض عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء. وقال جلالة الملك: والله تعالى نسأل أن يشمل فقيدكم العزيز بواسع رحمته، وأن يجعله من الولدان المخلدين في جنات النعيم، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تم اليوم تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1442 حالة شفاء و36 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. تقرير أحمد العلوي. 1517 حالة مؤكدة سجلتها منظومة الرصد الوبائي لكوفيد 19 بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالة بالمغرب إلى 88203 إصابة مؤكدة. ذات المنظومة سجلت 36 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس التاجي إلى 1614 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات التعافي من المرض إلى 68970 حالة، بإضافة 1442 حالة شفاء جديدة. أزيد من نصف الحالات الجديدة سجلت بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب 518 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة ب 292 حالة، بينما أقل الحالات سجلت بجهة العيون الساقية الحمراء بحالتين، وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 17619 حالة، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات الحرجة والخطيرة إلى 275 حالة، 59 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. حالة وبائية مقلقة إذن تعيشها بلادنا، مصابون جدد كل يوم وارتفاع في عدد الوفيات والحالات الحرجة. وضع دفع لجنة اليقظة الإقليمية باليوسفية إلى تشديد الرقابة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد على صعيد الإقليم، إضافة إلى تحديد مواقيت إغلاق المحلات التجارية والمهنية والمقاهي والمطاعم لمدة 10 أيام قابلة للتجديد. رضا عماو وعبد الغني الطراوي.
السادسة مساء وتوقيت إغلاق فضاءات تجارة القرب والمحلات الحرفية في الثامنة ليلا هي إجراءات اتخذت نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 بإقليم اليوسفية للحد من اتساع رقعة انتشار الفيروس. تخدف في حق التجار والحرفيين بمدينة اليوسفية كيبان لي قرار صائب كون المدينة عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات. ارتأت السلطة الحمد لله باش تاخذ هذا القرار اللي هو كيبان لي أنا كتاجر في مصلحتنا احنا كتجار وفي مصلحة الساكنة. مجموعة من التدابير الاحترازية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد ابتداء من اليوم تسري حسب تطورات الحالة الوبائية بالإقليم. الهدف دياله هو الحد من انتشار هذا الوباء وهذا كيجي في إطار الصحة والسلامة ديال المواطن. احنا كمواطنين ما علينا نستقبلوا هذا القرار بصدر رحب. الحمد لله احنا باغيين هذا الوباء يحيد من المدينة فهمتي. أما المنع المتعلق ببث المباريات بالمقاهي فسيظل ساري المفعول طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية. وللإشارة فقد سجل إقليم اليوسفية خلال 24 ساعة الماضية 19 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19. وبالرغم من انتشار وباء كورونا قطاعات عديدة تواصل نشاطها لتزويد السوق الوطنية بحاجياتها الاستهلاكية لكن باعتماد تدابير وقائية ضرورية. الضيعات الفلاحية تكيف نظام الانتاج بها من مع ما تفرضه الجائحة من إكراهات. النموذج من منطقة موليبوس الهام في روبورتاج خديجة الجمالي ونورتين صابر. لقاء بين العاملين ومسير الضيعة أضحى ضروريا ودوريا لتجديد التوعية والتحسيس بشروط العمل داخل الضيعة. شروط وقائية تمليها ظروف استثنائية بدءا بوضع الكمامات مرورا بالتعقيم ووصولا إلى التباعد الاجتماعي. من بدا الوباء وحنا قصنا واحد 60% حتى 70% من اليد العاملة ولينا كنديروا لهم التناوب يوم بعد يوم. كذلك أننا كنحاول ما أمكن أننا نوعيهم قدر الاستطاع. الحمد لله وهذا الشيء هذا أعطانا واحد نتيجة أننا الحمد لله لحد الساعة ما عندنا تشي حالة. إجراءات وقائية احترامها ينعكس إيجابا على ظروف العمل وسلامة العمال. لاحظنا مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات في المغرب بالنسبة للفيروس كورونا. لذا واجب علينا حنايا في ضيعة فلاحية أننا نديرو التباعد الجسدي ارتداء الكمامة. ندير الكمامة ديالي كنجي نخدم عطينا الباترون ديالنا البعد علينا من بعد ونبعدو بزاف من بعضياتنا وعرفنا الكمامة اش كتسوى من ولا هاد المرض هذا وعادنا الكمامة بقينا دايرينها على هاد المرض حافظين ولاداتنا وحافظين والدينا. نعملوا الكمامة ديالنا والتباعد الاجتماعي. من بعد كنجيو للضيعة صاحب الضيعة كيوفرنا جميع الحوائج الضرورية كالكمامة كيحتنا على كغسل اليدين بالصابون باستمرار. لم تعد الضيعة تراهن على كم الإنتاج وحجم المردودية فقط حيث أضحت الوقاية هاجسا أساسيا يستحضر باستمرار. وأمام الإرهاق الملحوظ لمنظومتنا الصحية والضغط الكبير عليها وانشغالها بمرضى كوفيد-19 طفت على السطح إشكالية تقديم العناية الصحية اللازمة لذوي الأمراض المزمنة. فئات تتطلب انتظاما في العلاج ما يضع المنظومة الصحية أمام تحدي الاستمرارية. من الدار البيضاء ريبورتاج سعيد الإدريسي مصطفى ودة ونوى المهتوب. التكفل الطبي بالأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كمرض السكري الضغط الدموي وأمراض الربو في ظل جائحة كورونا يطرح عدة إكراهات. فهذه الأمراض تقتضي المراقبة الطبية باستمرار واحترام الوصفات العلاجية ومن أجل تدبير علاجي جيد ومتوازن لهؤلاء الأشخاص تسطر وزارة الصحة برنامجا خاصا للتكفل بذوي الأمراض المزمنة حيث تسهر المراكز الصحية الحضرية على تقديم الخدمات الطبية بصفة منتظمة تفاديا بكل مضاعفات. عندي السكر سنين هذه
وكنجي لهذا السبيطار واخا كاينه كورونا كنجي كندوز كيعطيوني الدواء كيعطيوني الانسولين وكيعطيوني ثاني كنا الدواء وكيقدموا لنا النصائح تيقول لنا غسلوا يديكم هذه كيفاش ديروا ليها هذه كيفاش ديروا ليها عندنا مضبوط بينا ضروري السكر. وإلى جانب تتبع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة عن طريق ملفاتهم الطبية يستفيد هؤلاء المرضى داخل المستوصفات الصحية من إرشادات ونصائح حول كيفية الالتزام بالتدابير الوقائية ونشر الوعي الصحي تجنبا للإصابة بالعدوى من فيروس كوفيد-19. كل موعد كنقوموا بفحص طبي كامل كنكتبوا لهم تحاليل ضروريه كنعطيهم الادويه اللي الحمد لله متوفره في المراكز الصحيه في ظل هذا الوباء اللي كاين دابا ديال كورونا كنحاولوا نبعدوا المواعيد ديال المرضى قبل كنا كنعطيو مثلا موعد كل شهر دابا كنحاولوا نبعدوا المواعيد مره في شهرين كنعطيهم الادويه الضروريه باش ما يكونش هناك اكتضاد في المراكز الصحيه وباش ما تكونش تنطلق لهم العدوى في الوباء كيجيو الناس في المواعيد ديالهم المقرره ديالهم ولا كان شي مضاعفات حاده بحال ارتفاع داء السكر نسبه السكر في الدم 2 غرام او 3 غرام المريض ما يمكنش يتسنى الموعد ديالو المقرر خاصو يجي يراقب السكر ديالو خاصو ما يخرجش من غير ضروره كونهم يعانون من ضعف جهازهم المناعي تبقى المراقبة الطبية المستمرة احترام شروط الوقاية والحماية من أهم وصفات التدبير العلاجي للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وفي ظل انتشار الوباء انطلاق الموسم الدراسي الحالي واكبة أنماط تربوية متعددة تختلف بحسب الحالة الوبائية لكل منطقة أو إقليم بالنواصر مثلا وبالنظر للوضعية الوبائية الغير مستقرة تم اعتماد التعليم بالتناوب نمط يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد كما نتابع في روبورتاج ليلى عسلي وأحمد الحمري الموسم الدراسي بالمدرسة الابتدائية عقبة بن نافع بمدينة الرحمة انطلق بالاعتماد على نمط التعليم بالتناوب على غرار باقي المؤسسات التعليمية بإقليم وصر تنفيذا للإجراءات الصحية للحد من انتشار الوباء ما يناهز 1200 تلميذ وتلميذة يدرسون بهذه المدرسة ربعهم فقط حاضر خلال هذه الفترة الصباحية والباقون يدرسون ذاتيا في إطار نظام التفويج لضمان إجراء السنة الدراسية في أفضل الظروف بالنسبة للنمط اللي تم الاعتماد عليه كان نزولا عند رغبة الأسر اللي عبروا عليها عبر استمارات وقلنا لهم أن التعليم اللي غادي يتم اعتماد عليه هو تعليم تناوبي الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي وعرفنا لهم هذا النمط كيفاش غادي يكون واللي غادي يكون عبره فوجين واللي غادي يقرب في كل فوج ثلاث أيام في الأسبوع مجموعات صغيرة حيث لا يفوق العدد 20 تلميذا وتلميذة داخل الفصل الدراسي الواحد تراعي شروط التدابير الوقائية صيغة تربوية تخضع لتغيرات الحالة الوبائية والتعليم الذاتي بالنسبة للمستويات الصغرى راه يلا كيتم على مرحلي لأنه باقي صغارين بعنا كتعطيهم غير بعض الأشكال بعض الألوان بعض الأرقام يصيبوهم كيجيو لهنايا المرحلة الحصة الثانية كنخدموا معاهم الأنشطة اللي داروا بالنسبة للمستويات الكبرى ما عندناش مشكل لأنه كنا كنخدموا بالتعليم الذاتي قبل نمط تعليمي يستند اختياره على مقاييس محددة وهو واحد من بين ثلاثة أنماط تندرج ضمن مذكرة وزارية حددت فيها المبادئ والمرتكزات والتوجيهات الأساسية التي تطبق فعليا داخل المؤسسات التعليمية مذكرة 39-20 هذه المذكرة اللي كتحدد لنا هذه الأنماط واللي دارت واحد الخاصية اللي هي ممتازة جدا هو أنه كيفية المرور بسهولة ما بين كل نمط على حدة بحيث أنه إذا كان الوباء منحصر وكانت الدرجة ديالو يعني محمودة وهذا يعني الحضوري هو الأمثل وإذا كان الناس في اختيار ديال الآباء فكنديروا التناوبي وإذا كان الدرجة اللي ما كنتمناوهاش اللي تكون قصوى وكتكون هذا هنا كنديروا التعليم عن بعد بإقليم نواصر الإقبال على التمدرس بسلك التعليم الابتدائي يناهز 46 ألف تلميذ وتلميذة
ويشهد ارتفاعا أيضا في باقي الأسلاك التعليمية، مما يتطلب مجهودات وتعبئة لإنجاح هذه المحطة الاستثنائية بنمط تعليمي يوافق التحديات التي تفرضها المرحلة. وبإقليم الحوز انطلق الموسم الدراسي باعتماد النمط الحضوري، اختيار تراهن الجهة الوصية لإنجاحه على تضافر جهود جميع المتدخلين بهدف حماية التلاميذ والأطر التربوية من خطر الفيروس. أمين علام والمعتصم بالله البوساوي. دخول مدرسي استثنائي بكل المقاييس وكبه تنزيل صارم للمذكرة الوزارية الخاصة بالبروتوكول الصحي هنا بالمدرسة الابتدائية ابن حبوس بالحوز، أقسام بطاقة استيعابية لا تتجاوز 20 تلميذا وحرص على التباعد الجسدي وعلى التزام التلميذات والتلاميذ بالشروط الصحية حفاظا على سلامتهم من خطر العدوى بفيروس كوفيد 19. الحمد لله ملي درنا الأفواج عطتنا ما بين 15-17، حنا ما وصلنا حتى 20 في الفوش، والحمد لله يعني كاين التعقيم، التلامذة على جراية، زعما لقينا انهم واعيين بهذه المسألة هذه. انتم كتشوفوا حتى بالنسبة للاستراحة كتكون في القسم. بالنسبة للتلامذة داخل المؤسسة فمن المستوى الأول للمستوى الرابع داخل الأقسام ما تيديروش الكمامات، فقط المستويات الخامس إضافة للتلامذة ديال السادس. بالنسبة للتوزيع التلامذة داخل الأقسام ما بين توزيع هو ما بين 15-20 تلميذ داخل القسم تنفيذا للمذكرة 30. بحكم تواجد أغلب المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز بالعالم القروي وبمناطق جبلية ونائية، عملت المديرية الإقليمية للتعليم على ترك هامش من الحرية لاختيار النمط المناسب مع الحفاظ على التنسيق مع مختلف المتدخلين لجعل الموسم الدراسي يمر في ظروف جيدة. تجندنا الحمد لله بكل ما أوتينا من إمكانيات من أجل توفير جميع المستلزمات ديال النظافة. الأنماط التربوية كل ما خلينا الفرصة للمؤسسة، رئيس المؤسسة مع الشركاء ديالو جمعية الآباء وممثلين السلطة وممثلين ديال الجمعيات المحلية باش يختاروا النمط اللي تيوال مهم اللي حسب البنية وحسب العدد ديال الكلمة داكشي. فشفتوا أنه كان هناك التفويج، فالحوز فمديرية الحوز هي كتعرف أن الحضور تقريبا 100%، وبالتالي فكاع المؤسسات فتتحوا في نهار 7/8. 164 ألف تلميذ وتلميذة التحقوا بصفوف الدراسة برسم هذا الموسم بمجموع المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز. أزيد من 90 ألف منهم في التعليم الابتدائي اختار آبائهم وأولياء أمورهم الدراسة الحضورية، والآمال معقودة على تضافر جهود الجميع للحفاظ على صحة المتمدرسين وإنجاح الموسم الدراسي. والجامعة المغربية تواصل خلال هذه الفترة تنظيم الاختبارات المؤجلة للدورة الربيعية العادية للإجازة الأساسية في جو تطبعه إجراءات احترازية مشددة، فيما يتم اجتياز امتحانات الماستر والإجازة المهنية عن بعد. النموذج من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط في روبورتاج وفاء اليعقوبي وحمزة السايح. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط تستدرك التأخير في الامتحانات التي أجلت السنة الماضية بسبب جائحة كوفيد 19، وخصصت لذلك بروتوكولا صحيا واحترازيا متكاملا. اجتزنا والحمد لله امتحانات الأسدس السادس في ظروف جيدة الأسبوع الفارط. هذا الأسبوع الجاري بحول الله نحن في امتحانات الأسدس الرابع، والأسبوع الموالي إن شاء الله الأسدس الثاني جميع التخصصات. بالنسبة لبعض التخصصات كالماستر ونظرا للعدد المحدود جدا والإجازة المهنية فقد قمنا بإجراء امتحانات عن بعد. تتم الاستعانة بقاعات ومدرجات مؤسسات أخرى تابعة للجامعة، وذلك من أجل احترام التباعد الاجتماعي وطمأنة الأساتذة والموظفين والطلبة من الناحية النفسية. داخل فضاءات الكلية وضع طاقم طبي للمراقبة والتعامل مع الحالات المرضية أو المشكوك في وضعها الصحي. أنا هنايا باش نتأكدوا بأن الإجراءات اللازمة من لا ديستانسياسيون سوسيال و لوتيزاسيون دو جيل هيدرو الكوليك و لا بريز دو تمبيراتور سو في ا لا رونتري.
وإلا وقعت شي انسيدون ولا شي طالب حس براسو عنده أماليز ولا اوني سونسي لونكادغي. امتحانات الأسس الرابع التي تمتد طيلة الأسبوع تمر في ظروف جيدة. أسئلة كانت في متناول، ما كانش أسئلة صعيبة على الطلبة ولا، كان كل شيء بخير الحمد لله. بعد انتهاء امتحانات الأسدس الرابع في خضم هذا الأسبوع تنطلق امتحانات الأسدس الثاني الأسبوع المقبل، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وفق البروتوكول المتعارف عليه دوليا. نتحول صوب العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قدم الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي 28,647 خدمة طبية لفائدة المتضررين من حادث انفجار ميناء العاصمة حتى الآن. واستهدفت هذه الخدمات الطبية للمستشفى خلال الفترة ما بين 10 غشت المنصرم و13 شتنبر الجاري 12,333 شخصا تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية عديدة. كما أجرى الطاقم الطبي للمستشفى 208 عملية جراحية في مختلف التخصصات. في موضوع آخر، الصين تؤكد اليوم دعمها لكافة الجهود التي تساعد على تعزيز التسوية السياسية للقضية الليبية، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى استئناف عملية التسوية السياسية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد في أسرع وقت ممكن. وكانت المملكة قد استضافت الأسبوع الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. توقع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن يكون فصل الخريف أقصى من المرحلة السابقة، مع ارتفاع في عدد الوفيات جراء وباء كوفيد-19 في أوروبا، ما يستدعي ردا محددا وليس إغلاقا تام. عبد الوهاب الكراتي. ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا خاصة في إسبانيا وفرنسا، حيث تجاوز أحيانا 10,000 إصابة يومية، وبلغ عدد الوفيات ما بين 400 و500 حالة وفاة مرتبطة بهذا الوباء. من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها في أوروبا من ارتفاع مرجح في عدد الوفيات بهذه القارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وحذر المسؤول الأممي من الاعتقاد بأن طرح اللقاح يعني نهاية الوباء. أما المدير العام للمنظمة فدعا دول العالم إلى الانضمام إلى مرفق كوفاكس قبل انتهاء مهلة الجمعة لضمان توزيع أي لقاح ضد كوفيد-19 بعدل وفعالية. إذا لم يحصل سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على اللقاحات، فإن الفيروس سيواصل الفتك بالناس، كما سيتأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم. منظمة الصحة العالمية عزت الزيادة في عدد الوفيات اليومية إلى ارتفاع أعداد الإصابات بسبب عودة نشاط الوباء في أوروبا، وتنظم اليوم وغدا اجتماعا ضم جميع الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة لمناقشة الاستجابة للوباء والاتفاق على استراتيجية موحدة. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من أن مليوني طفل في اليمن في صراع بين الحياة والموت جراء معاناتهم من سوء التغذية الحاد نتيجة استمرار الصراع منذ نحو 6 سنوات. وقالت اليونيسف أن الأطفال في اليمن يتحملون العبء الأكبر من الصراع الحالي الذي يتسم بانعدام الأمن الغذائي وانهيار نظام الرعاية الصحية. وفي الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، فاز اليوم يوشيهيدي سوغا بأغلبية سائحة لتولي رئاسة الحزب الحاكم في اليابان خلفا لتشينزو آبي، ما يفتح له الطريق لشغل منصب رئيس الوزراء، حيث حصل سوغا على 377 صوتا متفوقا بنسبة كبيرة على منافسيه المباشرين. لقي ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم ودمر 4,000 مبنى في الحرائق التي اندلعت منذ الشهر الماضي حتى أمس الأحد بجميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية. المزيد في ورقة خالدة الأحمدي.
35 شخصا على الأقل قضوا جراء الحرائق التي يشهدها الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، حصيلة مرشحة للارتفاع سيما وأن عشرات الأشخاص لازالوا في عداد المفقودين. غالبية الوفيات تم تسجيلها في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون. ألسنة النيران أتت لحد الآن على أزيد من 1,350,000 هكتار من الأراضي في كاليفورنيا، وهي أرقام قياسية. الحرائق تسببت أيضا في تدمير ما يفوق 4,000 بناية، ما أجبر العديد من سكان المناطق المتضررة على النزوح. أكثر من 30,000 رجل إطفاء يسابقون الزمن لإخماد النيران التي يحذر مسؤولون من اشتدادها في حال عاودت درجات الحرارة الارتفاع الأسبوع الجاري. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن تقلبات المناخ، الحرارة الشديدة والعواصف الرعدية ساهمت في اندلاع الحرائق في المنطقة، فيما تعد مدينة بورتلاند حاليا الأكثر تلوثا للهواء في العالم حسب شركة أمريكية لقياس نوعية الهواء. في الشأن التشريعي، وبمجلس النواب عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية اجتماعها الثاني، وخلاله تم الاتفاق على محاور ومنهجية العمل وهيكلة المجموعة وبرنامج اشتغالها. أحمد بن خديجة وسعيد إجاصي. مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية حددت 3 محاور أساسية سيتم التطرق من خلالها لأبرز الإشكالات المرتبطة بالتغطية الصحية وحكامة القطاع ومزاولة المهن الطبية وشبه الطبية والبحث العلمي وبالبنية التحتية والخريطة الصحية، فضلا عن بلورة توصيات ومقترحات كفيلة بالنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية. امتداد لتوجهات الرئيسية لخطاب جلالة الملك 20 غشت ثورة الملك والشعب، أسسنا مجموعة موضوعاتية تهم ب ما يجب أن نقوم به كمجلس النواب كمؤسسة تشريعية من أجل تحسين تطوير واستجابة المنظومة الصحية. فهذه اللجنة هي مكونة من جميع حساسيات المجلس. ونظرا لأهمية موضوع التشريع المتعلق بالمنظومة الصحية وانعكاساته على جميع فئات المجتمع، دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية المواطنات والمواطنين وكل الهيئات المعنية إلى تقديم اقتراحاتها من أجل إغناء هذا العمل وتجويده. ونتوقف اللحظة عند الجديد المالي والأعمال وأخبار البورصات الوطنية والعالمية مع حسناء بن جابي. حسناء، مساء الخير. مساء الخير قيس، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذن حسناء، ما جديد الاقتصاد في بداية الأسبوع؟ إذن قيس، البداية بالقطاع السياحي. ركود كبير يعيشه القطاع السياحي ببلادنا بسبب جائحة كوفيد-19، إجراءات إضافية جديدة لإنعاش القطاع، أولها تمديد المنحة لشغيلة القطاع إلى متم العام الحالي. والمزيد في روبورتاج حفيظ الهواري وحسن سيلا ويوسف شرقي. أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القطاع السياحي الذي لا زال يعيش فترة ركود حاد، علما أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية من حيث المداخيل والتشغيل وارتباطه بقطاعات أخرى. حسب الخبراء الاقتصاديين، فالسياحة في المغرب تعتبر هي صمام الأمان تاع الاقتصاد الوطني، وذلك بما تضره من عائدات القطاع. في سنة 2019 ضرت السياحة أكثر من 80 مليار نتاع الدرهم، ومثلت أكثر من 8% من الناتج الوطني الخام. قامت لجنة اليقظة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ذات طابع اجتماعي وجبائي وبنكي واقتصادي للتخفيف من آثار الجائحة، لكن مع استمرار الجائحة تم تعزيزها بإجراءات جديدة. قامت الوزارة بتحضير مع المهنيين عقدة برنامج كونترا بروغرام
اللي شمل مجموعة ديال التدابير في العدد ديالها 21 إجراء، وإجراء غادي يصب في مساعدة ودعم المهنيين. لعل أهم إجراء بالنسبة لشغيلة القطاع السياحي هو تمديد منحة 2000 درهم إلى نهاية العام الجاري. هذا الإجراء هذا يجب تثمينه، لأنه التكلفة دياله ككل في هذه ستة أشهر ما يعادل 2 مليار ديال الدرهم. إذن من هم المستفيدون من هذا الدعم الجديد؟ أول مستفيدين هم الفنادق، الأجراء ديال الفنادق اللي الأجراء ديالهم مصرح بهم في حدود شهر فبراير 2020، إليهم وكالة الأسفار نفس الإجراء، النقل السياحي واللي شرت له في البداية وفي وسط التدخل ديالي المرشدين السياحيين. هذا الدعم هذا استفدوا منه المستخدمين واستفدنا منه كشركات، لانه للحفاظ على العمل، وبالنسبه للناس يحافظوا على العمل ديالهم في نطاق في الوكالات. تاثر القطاع السياحي نتيجه التنقلات والاسفار التي اصبحت جدا محدوده. من تقطعوا المواصلات القطاع تكبد واحد الخسائر كبيره، ففي هذه الفتره هذه اكثر من 80% نتاع الخسائر ماديه مقارنه بالسنه الماضيه. اللي كنطلبوا من الدوله هو انها تعطينا رؤيه، واش غادي يحلوا في لافان دلاني، واش في المواد ديسمبر، واش باش حنا نديروا برامج ديالنا اللي غنتبازوا عليها مع الناس اللي عندنا اتفاقيات معاهم في الخارج. صحيح أن معاناة القطاع السياحي كبيرة، وأكيد أنه سيخرج من الجائحة وهو أقوى، لأن هذه الأزمة طرحت ملفات جديدة وفرضت منهجية عمل أكثر نجاعة. أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حتى ما تم شهر يوليوز المنصرم عجزا في الميزانية بقيمة 1.5 مليار درهم 43.5 مليار درهم مقابل 33.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. في موضوع آخر، أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسنت قيمته ب 0.67% مقابل الأورو، وتراجعت ب 0.21% مقابل الدولار خلال الفترة ما بين 3 و 9 شتنبر الجاري. ومعطيات أخرى نتابعها في تقرير سهام بوخليفي. أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسنت قيمته ب 0.67% مقابل الأورو، وتراجعت ب 0.21% مقابل الدولار خلال الفترة ما بين 3 و 9 شتنبر الجاري. وأوضح البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 4 شتنبر الجاري 296.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.3% من أسبوع لآخر و 25.5% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.7 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي عند نسبة 1.5% في المتوسط، مضيفا أنه تم ضخ مبلغ 24.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 9 شتنبر. وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر مازي سجل انخفاضا نسبته 0.7% خلال نفس الفترة، ليبلغ بذلك أداءه السلبي منذ بداية العام 16.1%، موضحة أن هذا التطور يعكس بالأساس انخفاض المؤشرات القطاعية للبناء ومواد البناء بنسبة 0.9% والاتصالات بنسبة 0.8%.
في الخبر الاقتصادي الدولي، استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على نحو إيجابي، حيث طغت الأمال حيال لقاح لفيروس كورونا وموجة من أنشطة الدمج والاستحواذ على بواعث القلق من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي. وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا ب 0.7% ليسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط مكاسب مماثلة للأسهم الألمانية والفرنسية. أسعار النفط ارتفعت اليوم بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الإمدادات العالمية وانخفاض في الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة ب 14 سنتا بما يعادل 0.4%، وزاد خام برنت ب 0.2% مسجلا 39.89 دولارا للبرميل. واللحظة مشاهدينا نتابع مؤشرات بورصة الدار البيضاء والبورصات العالمية، أسعار النفط والعملات. نهاية الوقفة الاقتصادية لهذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة وعودة إليك قيس. شكرا لك حسناء، ولقاؤنا بك يتجدد غدا بحول الله. بعد انسداد مصب نهر أم الربيع بسبب تراكم الترسبات والأحجار، تم تسخير كل الوسائل اللوجستيكية حتى تعود المياه لمجراها الطبيعي، إجراء تواكبه عملية بناء محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة للحد من تلوث مصب النهر. أمين هناوي وأحمد الحمري. لأول مرة ومنذ عدة عقود أضحى نهر أم الربيع عاجزا عن الوصول إلى المحيط الأطلسي بعد تراكم آلاف الأمتار المكعبة من الرواسب والأحجار بمصبه قرب مدينة أزمور، وضع استثنائي دقت معه ساكنة المدينة وفعالية المجتمع المدني ناقوس الخطر لتشرع من جديد الجرافات والآليات الثقيلة في إزاحة هذه الرواسب والسماح لمياه النهر بمعانقة المحيط. يوم 25/8 كان لأول مرة في تاريخ نهر أم الربيع القطيعة بين البحر والنهر، يعني هذه كانت سابقة معمرنا ما عشناها كأبناء هذه المنطقة. والحمد لله بعد عودة الجرافات وعودة الآليات كنت بالأمس يعني كمعاينة وكمجتمع مدني وكجمعية بيئية عاينت أن يعني العملية بدأت من جديد وبدأ الانسياب من النهر إلى البحر. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبأت إمكانات مادية وبشرية معتبرة، حيث عبأت 10 آليات في كل مرحلة. العملية عرفت مرحلتين، المرحلة الأولى بكلفة 600,000 درهم تمت إزاحة 115,000 متر مكعب من مواد، والمرحلة الثانية قدرت 1,000,000 درهم ولإزاحة 20,000 متر مكعب. الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ستشرع من جهتها في إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة لمدينة أزمور شاطئ الحوزية ومركز سيدي علي بن حمدوش قصد الحد من المخلفات التي يتم رميها بالنهر. اعتماد النمط الجديد لتقنيات المياه العادمة مما رفع الكلفة الإجمالية للمحطة إلى 142 مليون درهم، ساهموا فيها المشاركين ديالنا ب 32 مليون ديال الدرهم من في إطار برنامج الوطني لتطهير السائل وعلى رأسهم وزارة الداخلية مشكورة.
وتحملت الوكالة 111 مليون ديال الدرهم المتبقية، أي بما يعادل 78% ديال التكلفات الإجمالية للمشروع. مدة المعتمد للمشروع 24 شهرا، يعني إن شاء الله في غضون بداية 2023 سيكون المشروع المحطات المياه معالجة المياه العادمة جاهزا للاستغلال. مياه نهر أم الربيع عادت للجريان نحو المحيط من جديد بعد انقطاع دام لأسابيع في انتظار إنجاز مجموعة من المشاريع المندمجة التي ستحافظ على التنوع البيئي لمصب النهر والمناطق المجاورة. في عالم الفن السابع، ورغم الظرفية العالمية المتسمة بتفشي وباء كوفيد 19، احتضنت مدينة البندقية الإيطالية مهرجانها السينمائي. جوائز هذه النسخة مكنت الفنانة المغربية خنساء بطمة من انتزاع جائزة أفضل ممثلة ضمن فئة أفاق عن فيلم زنقة كونتاكت المخرج إسماعيل العراقي. لطيفة بن حليمة وعبد إله الشاب. السينما المغربية ولحظة تألق في أحد أعرق مهرجانات الفن السابع العالمية. مهرجان البندقية الدولي يتوج فيلم زنقة كونتاكت لمخرجه الشاب إسماعيل العراقي بجائزة أفضل ممثلة للفنانة خنساء باتما. خنساء باتما for the film زنقة كونتاكت by إسماعيل العراقي. الفنانة خنساء باتما لم تحضر حفلة تتويجها، لكنها وجهت رسالة شكر مرئية لإدارة المهرجان. Big thanks to the jury members, all of you. شكرا للجنة تحكيم المهرجان. نعرف جميعا أن السينما هي نتاج عمل جماعي، وهذه الجائزة هدية مني لكل فريق العمل في هذه المغامرة الشيقة، المخرج إسماعيل العراقي وكل الفريق، فاطمة عاطف، محمد حمود، مراد الزاوي، والفنان المتألق سعيد باي. هذه الجائزة لنا جميعا. Thank you for everything and I'm feeling grateful. خنساء باتما حصلت على هذا اللقب في أول تجربة لها في عالم التمثيل، وهي التي أحبت موسيقى الروك واختارتها كوسيلة للتعبير عن أفكارها وطموحاتها بكل عفوية، ووراء تتويجها مخرج شاب وضع فيها كل ثقته. This right here is my hero. She's strong and she's brave and she's beautiful and she's. هي بطلتي، جميلة قوية وشجاعة. هذا الفيلم لم يكن ليخرج للوجود دون خنساء التي أبدعت في أداء دورها رغم دخولها غمار الفن السابع لأول مرة. أدعوكم لأن تضعوا ثقتكم في الفنانين الشباب الذين ليست لهم تجارب. ضعوا ثقتكم في الفنانات العربيات. Take risks. You know why? Because it pays off. فيلم زنقة كونتاكت الذي صور بالدار البيضاء ومناطق مجاورة يروي قصة الفتاة رجاء التي تلتقي بالشاب الأجنبي لارسن بالدار البيضاء، حيث يجمع بينهما حب الموسيقى وتحديدا فن الروك. الفيلم للمخرج المغربي إسماعيل العراقي المقيم بفرنسا، مدته ساعتان، كتب بالموسيقى من البداية إلى النهاية من خلال أغاني فرق الروك في فترة السبعينات. إلى التذكير بالعناوين. تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، و1442 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة. التعليم بالتناوب مزاوجة بين الحضوري وعن بعد، سمة تطبع الموسم الدراسي الجديد، نمط اعتمد كرهان لضمان سنة دراسية في أفضل الشروط. دعم جديد للقطاع السياحي بأبعاد اجتماعية واقتصادية، تمديد منحة الشغيلة إلى نهاية السنة الجارية من شأنه التخفيف من تداعيات فيروس كورونا. في زمن كورونا، تتويج الفيلم المغربي زنقة كونتاكت بجائزة أفضل ممثلة ضمن فئة آفاق في مهرجان البندقية السينمائي. سعداء بالتواصل معكم، ألقاكم غدا بإذن الله.